تسعى العتبة العباسية المقدسة ومن خلال عقد مؤتمري الإمام الحسن والحسين عليهما السلام إلى تسليط الضوء على الأفكار والآراء والاستنتاجات والتوصيات من الأساتذة والباحثين الفضلاء حول نهج ريحانتي رسول الله وسيدي شباب أهل الجنة في تربية الفرد والأمة. إنه تجمع جميل، من الجميل أن ترى الباحثين ومختلف الناس من الشيعة وأن تتناقش معهم، وأنا ممنون بأن أكون هنا بسبب ثقل هذا التنظيم من قبلكم وأن تجعلونه ممكناً، وأنا ممنون لأن النقاشات والمواضيع المختلفة بخصوص الإمام علي عليه السلام في جانب المجتمع والمساواة في قيمة البشرية، وأنا وضعت سؤال كيف يمكن استخدام قيمة حكم الإمام علي عليه السلام وكيف كان يتصرف اتجاه الناس في مجتمعاتنا في أوروبا، لأنه أنا أتيت من ألمانيا وأنا مسؤول عن تدريب الأساتذة الذين يدرسون الدين في المدارس العامة. يعتبر أسبوع الإمامة فرصة للمتباحثين في دور الأئمة وفي التعريف بالأئمة عليهم السلام، وهو فرصة لكل هؤلاء الباحثين ليعملوا على التنقيب في آثارهم للخروج بالنهاية بمخرجات نستطيع أن نعممها على الفرد وعلى المجتمع أيضا. أنا تشرفت بتقديم ورقة بحثية موسومة بعنوان الأبعاد التربوية للإمام الحسن المجتبى عليه السلام في بناء الفرد والأمة، وقد اشتملت هذه الورقة على مقدمة وأربعة مطالب وخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي خرجت بها هذه الورقة البحثية. كان عنوان بحثي هو القرآنية في كلام الإمام الحسن عليه السلام، تناولت فيه المؤثرات القرآنية التي وردت في كلام الإمام الحسن عليه السلام وكيف تحولت هذه المؤثرات القرآنية إلى مؤثرات تربوية خدمت الفكر التربوي للإمام الحسن وأثرته وجعلته فكرا مؤثرا في المتلقي، يمثل نظرية شامخة رفيعة على مرور الأجيال. أعتقد أن تأثير هذه المؤتمرات في العتبة العباسية جدا مهم من أجل أن تنقل الحكمة من الشيعة إلى بلدان أخرى وإلى العالم أجمع. على سبيل المثال، أنا أتيت من ألمانيا والآخر أتى من أمريكا، نأخذ معا شيئا ونرجع إلى بلداننا ونتحدث به. العتبة العباسية مشكورة من خلال ما شاء الله مؤتمراتها المتلازمة والمتقاربة أيضا والتي تشمل جميع المجالات. أود أن أقول للجميع تعالوا إلى هنا وشاهدوا كيف يعيشون الناس الشيعة، وإنه جدا مهم. على سبيل المثال، إن أكثر المسلمين في ألمانيا هم من السنة وإنهم بعيدين عن العراق ولا يعلمون عن الشيعة الشيء، وعندما يأتون إلى هنا سوف يكونون سعداء ويكونون ممنونين لكل شيء. ونعم، سوف أدعو الجميع أن يأتي إلى هنا ويرى الحقيقة. وتهدف العتبة العباسية عبر أسبوع الإمامة إلى تكريس علوم أهل البيت عليهم السلام وسيرتهم في معالجة أزمات العالم المعاصر وتبيان أثر دور أهل البيت عليهم السلام في حل الشبهات الفكرية والتصدي للأفكار المنحرفة.